السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب أتمنى يعجبكم اسمه استخدامات البيم في العمارة الخضراء أو الجرين بيلد. العمارة الخضراء اللي هي جرين بيلدينج أو الموضوع السستينابيلتي، هو موضوع مهم جدا إن إحنا عايزين نعمل مباني صديقة للبيئة، مباني ما بتستهلكش كتير كهرباء، وبالعكس لو وصلنا إنها السلاك بتاعها صفر، يعني اللي بتولده هو نفس اللي بتستهلكه، ده يبقى ممتاز جدا. الكتاب تأليف مهندس رياض زكريا العبد ومهندس محمد حماد ومهندس ياسر سعيد أبو سعود وعمر سليم، وراجعوا معانا المهندسة سارة معاشلي والمهندس رافي أرموديجان، بذلوا معانا جهد كتير. كتاب يعني الحمد لله تعاوننا فيه إن هو يطلع مفيد للناس على قد ما نقدر، بحيث إن هو يتكلم عن الاستدامة ويتكلم عن البيم ويتكلم عن طريقة تطبيق ده في دوت، وأهم البرامج ومشروع عملي للتطبيق دوت، واتكلمنا عن بعض المعلومات اللي حسينا ان في نقص فيها، واتكلمنا عن اهم المشاريع اللي موجوده في الوطن العربي، وعن اهم انظمه الحسابات زي نظام الليد وزي نظام البريم وزي نظام الجيساس وزي نظام الجرين بيراميدز في مصر. فانا هحط الرابط اسفل الفيديو، واتمنى ناس تقراه، وأتمنى يكون مفيد بإذن الله. شكرا لكم.